فن تشيكي. مرحبا، كيف حالك اليوم؟ انظر إلى جمالنا لنرسم صحراء يا أطفال. سنبدأ برسم جمل مع سنام كبير على ظهره، وبعدها سنرسم ساقيه واحدة تلو الأخرى هكذا. هل سبق أن ذهبت إلى صحراء؟ أنا ذهبت، جافة وحارة جدا هناك، لكن هذه الجمال مدهشة لأنهم يستطيعون العيش بدون ماء لعصور. لنرسم الأعين، الآذان والحوافر، الغطاء، عدد من الخطوط هنا، شراشيب، 1، 2، 3، 4، 5 منها. الآن لنرسم الصحراء. يمكننا رسم صخور صغيرة هنا وهناك، بعض الأهرامات في الخلفية، ربما شجرة نخيل جميلة طويلة ومنحنية، بعض الخطوط الأفقية. أين تتواجد الجمال؟ ربما مصر، حيث تتواجد الأهرامات، أليس كذلك؟ في الواقع الأهرامات في كل مكان في العالم، لكننا متأكدون أنهم في مصر. 5 أوراق نخل متعرجة بخط يتجه لأسفل، متفاوتة قليلاً في حجم كل ورقة لإعطاء رونق لنخلتنا المنحنية. سنرسم الآن الشمس الحارة جداً مع الأشعة باستمرار. رائع، جاهز للتلوين. لنبدأ بالأصفر للرمال، نلون به الأرض وحول الأشكال البيضاوية التي رسمناها. هذا هو، أنت تقوم بعمل رائع، أبقه مرتفعاً. حول الخطوط السوداء جنباً إلى جنب. هل تعرف أين توجد الصحراء حول العالم؟ هل تستطيع التفكير؟ أعلم أنها في إفريقيا، وبعضها في أمريكا. ماذا عن أستراليا؟ لديهم الكثير من الصحراء، وفي الواقع معظم أستراليا هي أرض صحراوية، لكن الغالبية العظمى من الناس تعيش على الأطراف. هذا صحيح، إنهم يعيشون بجانب البحر، وهي صحراء كبيرة جدا. ماذا عن باكستان والهند؟ مؤكد هناك صحاري. تبقى 3 أشكال بيضاوية. ها أنت ذا، هذا أكبر جزء لتلوينه، والباقي سهل، سهل جدا، يكاد ينتهي. هذا هو، استمر وانتهينا. باهر، سنستخدم لون رمال داكن لصخورنا. جميل، وها أنت ذا، لنلون الأهرامات بالرملي الداكن الذي يكاد يكون بني. أترى كيف نستخدم ظلالاً مختلفة لنفس اللون؟ تأثيرها جميل حقاً. الأخضر الفاتح لقاعدة وأوراق النخيل. لون بحذر بين تلك الحواف الخشنة. كم عدد الأوراق التي علينا تلوينها؟ لنحسبهم. 1، 2، 3، 4، 5. هذا صحيح، أحسنت، 5 أوراق. الآن بني غامق لجذع النخلة، ألوان لطيفة وضيقة، ابقى بين السطور. رائع، والأصفر للشمس، شمس صفراء حارة ولامعة. الآن استمر، لنلون الجمل بلون الخوخ، إنه يشبه الوردي اللامع، أليس كذلك؟ يا له من لون رائع. ارسم بحذر حول الشراشيب والساقين. هذا هو، أنت تبلي بلاء حسناً، أحسنت، أوشكنا على الانتهاء. الآن لننهي الساق والرقبة
هل ركبت جمل من قبل؟ هو أنا فعلت، كان رائعاً. إنهم رائعون حقاً. لون بحذر حول فتحة الأنف والعين. سنام الجمل بالأرجواني، والبني لطرف ذيله وأذنيه. لا تنسى الأنف، سنلون الشراشيب بالأصفر ونخلطه مع الوردي. الوردي للشريط الثاني، والأخضر بعد ذلك أخضر للشريط الثالث، والشراشيب الأخرى الآن أحمر للشريط النهائي. ياي، انتهينا. جمل رائع مع سرج قوس قزح لامع في الصحراء، انظر إلى ذلك. مرحبا يا أطفال، لنتعلم كيف نرسم قلعة اليوم. ابدأ بمدخل القلعة، سنضيف جدارا إلى اليمين واليسار أيضا. عمل عظيم. الآن دعونا نضيف برجا بقلب صغير في الأعلى بالنسبة للبرج الرئيسي لنجعله أكبر، ونضيف نافذة أيضا. دعونا نرسم برجاً أصغر مرة أخرى، وانتهينا. لنلون بألوان جميلة لامعة، التركواز أولاً وبعض التركواز أيضاً، ذهبي تماماً مثل ذلك، ذهبي جميل لجدارنا المركزي الكبير، والأحمر للبوابة. البرتقالي للقلب، ثم الأرجواني، ذهبي، أخضر، وردي غامق، والوردي الفاتح أيضاً، وبعض التركواز، والذهبي مجدداً. الآن إلى المرحلة التالية، الأزرق أولاً ومرة أخرى أرجواني، ذهبي، أخضر، وردي غامق. استخدم الأزرق والوردي الفاتح أيضاً. دعونا نستخدم اللون الوردي الداكن لبقية أجزاء البرج. نحن على وشك الانتهاء يا أطفال، دعونا نكرر نفس الألوان مرة أخرى. وانتهى برجنا. لا تنسى النافذة، استخدم الأزرق والذهبي. واو، لقد قمنا بعمل رائع. ها هي قلعتنا السحرية، انظر إلى منطاد الهواء السحري هذا. هيا نبدأ. مربع للسلة، خطين لربط التنورة، والبالون الكبير. غطي البالون بخطوط مستقيمة. وانتهينا. حان وقت التلوين. ابدأ باللون الأحمر، ثم الأخضر، أرجواني أيضا، ذهبي،
زهري. أزرق. البرتقالي. الأخضر. والأحمر مرة أخرى. يا له من بالون جميل، لننهيها بسرعة. سماوي للتنورة وذهبي للتفاصيل. مرحى، جاهز للطيران؟ ووهو، هذا سحري. ها هو منطادنا الجميل، أراك المرة القادمة. مرحباً يا أطفال، دعونا نصنع غرفة نوم اليوم. سنبدأ بعمل مستطيل كبير وآخر أصغر بالداخل للسرير. اصنع مستطيلاً آخر ببطانية عليه. سريرنا يحتاج إلى أرجلين، أليس كذلك؟ سنصنع وسادتين للسرير وأدراجاً بجانبه. عليك أن ترسم مستطيلين صغيرين منتسقين بجوار السرير، واثنين من المستطيلات الأصغر. لنصنع مصباحاً ومزهرية في الأعلى. في الجزء الآخر يمكنك عمل مصباح وكوب قهوة. نحن بحاجة إلى صورة فوق سريرنا، أليس كذلك؟ لنرسمها. غرفة نومنا جاهزة، الآن لنلونها. لون الجبال. والأوراق. والوسائد باللون الأخضر. هل تستمتع؟ لون جوانب الدرج باللون الوردي. الأصفر للمصباح داخل الدرج. بطانيتنا. ممتع! العشب والشمس. لنستخدم اللون الأحمر لطلاء الجزء السفلي من السرير. والأرجواني للمستطيل أدناه، والحدود الخاصة بصورتنا. قم بطلاء مقابض الدرج ومقبض المصباح بالأزرق. نحن على وشك الانتهاء. لنستخدم اللون السماوي لكوب القهوة والمزهرية. لنلون أسفل سريرنا بالأزرق السماوي. وانتهينا، كان ذلك ممتعاً، أليس كذلك؟ مرحباً يا أطفال، لنتعلم كيف نرسم هرم. ارسم خطاً مستقيماً ثم مثلثين على كلا الجانبين. ارسم الآن خطوطاً أفقية عبر كلا المثلثين. وهذا هو، ما مدى سهولة ذلك؟ وقت التلوين، لنستخدم اللون الوردي. التالي الأرجواني الجميل. حان الوقت لبعض السماوي. أخضر جميل. برتقالي لامع. بعض الأصفر أيضاً. هرمنا يبدو رائعاً جداً. وآخر أحمر. دعونا نستعرض كل ألواننا يا أطفال. الوردي، الأرجواني، السماوي، الأخضر،
البرتقالي، الأصفر، الأحمر. مرحى، ها هو هرمنا. وداعا يا أطفال، اشترك في القناة لمشاهدة المزيد. فن تشيكي.